الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحبتي في الله الله تبارك وتعالى وقرآنك الكريم كأه إن وقوق يا حي وإن وقعدي صفاتك يتلمامها إليهم ضدك مؤمنين تي صفاتك وأي كجد وينهين ضدك عن مؤمنين تأهي قال هذا أي كجد وينهين كدي من ربي تبارك وتعالى وحو شيء صفات كودي مركو شيء تلمامه هذا يو أبال كودنا كوحي ربي تبارك وتعالى وربي تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون ضدك مؤمنين تي وين ليبانين أبال كودي نتيجة دو الليبان وين ليبانين يَيِّهِنْ مؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون وضدك صلاة دوضا نحذذك خشوعا والذين هم عن اللغو معرضون وهي حم بيكتش السدان والذين هم للزكاة فاعلون إصداهرين نفتوض إني طاهريان إيه تشيت كوضنا ويسامي تشيت كوضنا ويسامي إلى إلهي صفات كذا سوء وذي أويري أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون كواسي وكوا رحلة معي دحلين محولي دحلين ما يوادتك فردوس رحلة يا أبو علي تبارك وتعالى أو كواردونا سيدة سدراد هدا دوني سنفتا هذا إن أوغاتو ما مؤمن باتهي مسمته وحد أبهنتهي إن اسكت إحرادسو صفات القرآن كي يصنده أشجعين مؤمنين تا وإن النفط هذا كم يزنتو صفات كي ملقاها لي مثل لقاها مهلين كد ابن وحي كام قوينا ترادس سيادة وحق قوضه ضد كإله تبارك وتعالى أبالك أشجعين أتكمته صفات كامر كوحة كم ذا والذين هم عن اللغو معرضون لغو جه يوحي له نحن عن تربق الشكاة قشينك ويسجتش السدان. سيدو لي الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله لغوي وحل هذا باطل بالله وحكسته باطل لغوي بالله. وحسوق لي ابو المفسرين تقارك وتصيد مرين شرك يجي قال لي ماذا سوق ليس وانا لغوي كأوجد درونه قال لي ماذا ويسجتش السدان. وحكى له سوق لي معاصي ذي الذنوب تان قال لي ماذا قال سيسني انه سوق لي والذنوب تا هي معاصي ذا نوي سكتشي سيدان هي مجالس تير وحكى له سوق لي ابوي هذا الكستا هي فعل كستا وان فائده لهين وحكستو اما فائده الدنيا ان كوسو تشي ذاينين او بنان مباح أما فإذا آخر اللهين الدون كاجا وحبك كبيرين إن آخر هذا أو حبك كبيرين السجن اللغو يبالي هذا أنت صورنا بوي سجت شيء وح أي سميان يا وح أي كوه اللاني ووح بنان وأنا وح فإذا له مجالس هي فرقية هي قلياشة أي كقيب قلاني ذنوب ما كوه معاصي ما كوه قال لي ما كوه فإذا الآن ما وحفي فائدة كهلية مش روح كسر وحيس روح مؤمن كأ أنتو سن فريسانين مجلس كأ إيه أنتو سن فلك كل دقاقين بمسامية كيف دي بهدي فائدة وقصر بحدا وكل دقاقة هديك لا تمس ميني والذين هم عن اللغو معرضون وحاصر لما يسجتش هذا وحيا لها أن معناها لهين فإذا ذا لهين إيه معاصي الذنوب تكل وكتش هذا صفة إله المؤمنين تسيوي تبارك وتعالى مركلة في سورة تبارك الذي نزل الفرقان سورة الفرقان الله تبارك وتعالى وحترين صفات كأيليه عباد الرحمن إلهي الدومديسة تلمامو إيقنا أشيغي تلمامها وحكم إذا إلهي سيي والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرابا والذين لا يشهدون الزور
وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا عباد الرحمن كإله أدوم ديس وشعليه شندا قلي كواريا مؤمنين تا وكو أن حاذرين زورك ما تقع كما قيب قالها زور ومحاتا هاي قال لماذا ولي هذا زورك صنمي هذا العابودي إلهي وحان أهين ميل عابودي يا ما تقال شركي كما قيب قالها زورك وحا كلو لي هذا إلهها قال هذا كما قيب قاتان ما حاضرة زورك وحا كلو علمته كفسرين بانت إي فجورك إي وحي معاصية ذنوبك كفسرين ما حاضرانو كما قيب قالانو ما فريستانو لما وداقان ذاتك كجرة الله يحفظه تبارك وتعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما هذي لعضو إني صوم مران وحي سداءها مجالس تسيميشي الوهي هذي لعضو أيقو الضنكلا لإني صوم مران وبين سو قستين لكن أيقو الصعود كصد العير ويمريان ويضافيان أيقو هو الصخوبين بألي تبارك وتعالى أيقو ونوانيكسن وكرام أه oo wasaqdi meesha taale aan waxba ka qaadanin waxna kaga saamoobin bay dhaafayaan bu alayhi tabaaraka wa ta'ala wa idha marru bil lagwi marru kirama ma hadiraan oo uma qastaan haday dhacdo inay ay muxuu ahaay ay soo maraan waxba yaraatee saameyna kuma yeelato ilaahi sidaas uu ku tilmaamay tabaaraka wa ta'ala markay suuidi adiga sifaad ka maleedah سيدك لآياتك للرب تبارك وتعالى يسوق الصفات كودي وذا في سورة القصص ساسو ياهي كسفية تبارك وتعالى وإذا سمعوا اللغوة الشيء حن هذي مقلان أعرضوا عنه ويكتشي السدان هذي مقلان أي ألي هذي دكتو ذا كسر دعضوا هذي دكتو ذا كسر دعضوا لأنه وحاك للدوان سمع يستمع مدّ جيستان الله مدّهين مركي دجيستان ويكتش سدان مدّهين وحوري مركي دكتو ذا كود عظيم مقلان لأن الشيء إناد مقشو إرادة يدوني تان كأما مرر بدن أذن ربنا نشعلين بدك على كود عيا مرك مركو دجوه ذا كود عجو الله يتبارك وتعالى ويسجتش سدان لغوي يوحى حن يباطل كاسي ويسجتش سدان مركاسي ولي بدتك يوحى هيي waxay ku yiraahdaan lana a'maluna wa lakum a'malukum idinkuna amalkiina leedihiin anaguna kanaga leen waxba isku darsan bay in soo dhex gali bay bari baan idinka nahay waxaad haysaana idinka midhihiisa goosan doona abaalkiina leedihiin anaguna taanadaanu abaalkeeda leenahay la nabtaghi al-jahiliin jahiliin dariiqoodi jidkooda raadin mayna bay ku dhahayaan يعني ضد حب جد جاهلين أتيهم جهل جاء استعمال كقرآن كي الصنة وح الله استعماله أقول درد الجهل وين نقطع فلك حن والروح السمائية أقوم به ولا هذا سق أقوم أول أو جرنا يحكم كذا هذو السمائية وجاهل قرآن كا استعماله هذا الحن أوجيها يقان ينحي هذو السمائية وجاهل وهي حن أردن أما أقوم در حكمت أما يسكين الروح يسقو قرن يحصم إيه وحال إلى هذا شرع عضو استعماشا وجهلي لا نبتغي لجاهلين لقن حمدينا إي جهل جينا طريقة كسعتا مر ابنه إذن لو ذاك بين سيدا سيكون مرانا وكرنا فان بو الله تلمام تبارك وتعالى صوبتم حيث هي مجالس تأي قوبها حمان تلقوها يو هذا تكقيب قش شكي وحسن كتشرين وحا أي هيان إنو وحكاسو قاري وحا دي كرت قلبي قاقا أو فيعنا أو توصنا إن سامين كو بعضه مجلس حن أو تكقي بك الشي إن داوع قلبي قاقا سو قاري خاصة مجالس الشبهات كإيه الشرك كإيه كفر كإيه حمانة إيه بدعة مركا تكقي بك الشو قلبي جاك السامين إن يكون عذور يبيع كل عذور يبيع إذا حنا أي كين تبا إن آخر هذا أي بربوري صوت إن حرافته ويدعي كرتا
لأن قلوب تو إلهي قامين تفرهي سيكتشران سدو دونو ورقرقا نبي جينا دعا دي سيوحا أقبضني اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك سيدا سدراد يدو حاقعي كرت الشبحك وقصوا دعضي إني أذيك رمب الدين تهدي هاليس كليس شالي وإلا الإرائق سوحي يرب وسواس باكو دعي إنه وسواس كدع وحاك يعني قول الشيعة أبو دقيستي وإيهان دالين يرادو ميلا أنجين قرنين بلوك تلق ليان مواقع أيسان قرنين بإسكاق ليان ورباهين تاسا وحي كدق إيسان يعني السوشال ميديا وحاين قرنين وحويا أقونا إيسان دفاعان نمبلا وإسكاق إيسان يا مركاب قلبي جيسي قاد إيسان ويلكي وحا وسواس كقلي شبهات كي أي شيء عدو فافين يسيب مركي بقلبي جي ستابت مركز أو كشة كيسين الصحابة دي النبي محمد محي أهاي شيخ وحن قوي دي محي أهاي الصحابة ما قال يا هاي بس مسلم بيها محي أهاي الصحابة دي النبي شبهة أي كتورهم مجالس تمركز قشو مركز واقع ذا قشو مركز فريستو قلبي جاك سامي وزو قاريس وامد لباده دنبك أي كتيران شك ملئنا القيب هذا قادنس الله بقرآن كريم كإن ويري تبارك وتعالى الله كتابك وحو إذن كسو دكي ما لها إيا مجالس لفرديو إيه إله آيات كيس لغوشي سيو حمانت لغوصة مينيو هفريسانينا هداد فريستان صوما كوا حمانتا كتيري إذن كو اسكميت باتين بلير تبارك وتعالى إذن كي إيو اسكميت باتين كان شيء كذا بين تعوضه كان ضدك حمانية كان ذنوبك كتيرة كان تحليلاتك باطل كان تحليلين إياه كان شبهاتك فرية كان وقت قالوا من إسكا أكفر لذا السجى كتيرة يا أديك عمر حبينا يا أمر دقي سنة يا إنكم إذا مثلهم إسكم إدباتي إياه وكلاتي بالله تبارك وتعالى لماذا لأن إلهي تبارك وتعالى حبناه قالق إسجى إنسي لجهن وحبنا قاليا إن له وحبنا قاليا قلبي جوا حبنك أجو قالسا حبناها إلهي كسيينا سيد اللجوسيي لجود دين ما يوا لجاجد ما إيمان دونا ولجو الدين دونا سيد القرآن الكريم كربي نوشة تبارك وتعالى مقلك يا أرجع يا قلبك أنت بواحد نقد دونا كل اللي يدين ويديو اللي يدين كل حساب تمام ورب حد سمينيش محد دقيسنيش محد فيرينيش محد قلبك أجو كشري وحبنا قالئه dan ki wanaagsana marka loo isticmaalana wax weyn oo khayr ay ku goyn karaan hadaa danka xunu isticmaashana halis baad ku galiya dunkaaga iyo aakhirada sidaas daraadeed baa waxa laga marmaan ah in aynu meelaha aan fadhiisanayna iyo xeelahan ka qayb galeynay in aad sawo fiirino oo ka fiirsano oo adduunkeena iyo aakhiradeena aan ilaashano waxaad arkaysaa oo aad inoogu badan khaasatan bulshadeena Soomaaliga ah waxa aad u badan إن مجالس لسوي مات كل ما الله سمجت كل ما داسي أيهين كل ما إلهي تبارك وتعالى وحرر لك يا أهل الجهين أما وفائد الآن خير الجمهاية أما شر يا حمام بالجهاية ضد كقار كودو للأسف بعد كيسا رجع قار كود صباح دي بيسوق الله هي guri gisu ka soo kala hay mashaqo u socda ma qoon bu soo kororsanaya subaxdi soo kala hay subaxdi markuu soo kalaho wuxuu u soo kala hay inuu soo fadhiisto maqaayadaha halkaas uu fadhiisanayo sheeko iyo maxaa la yiri iyo muxuu yiri iyo maxaa soo yeeray iyo tahliilaad iyo dad wax ka sheeg يا حماء يا حد جذب كان مركو كوكا ككعة ميسك كوحي وحدنا قلك لا فريسانية قل هذه مركو ككعة قلك لا عصب وكسب هي لا فريسانية صباح ذي نيك يساق الله الظهر كأقول يا استجو ماشى مقايضة فردي الدنيا ما فائدة سن آخر ما فائدة سن قار كم إذا مجالس تلوق بتودوين كان نعيه هذا الصوب تهي وشها لوجعبو
fiidkii baa la fadhiisanayaa markaasa waxaa lagu gaadhayaa lix saaco habeenimo. War maxaa la hayaa? Ma qur-aan baa la baranaya? Meelaha dikrigiisaa la hayaa? Ma khayr baa laga shaqaynayaa? Ma wanaag baa laysfarayaa? Ma xumaan baa layska reebayaa? Shaki kuma jira in badan oo ka mid ah waxa ka socdaayo inuu yahay waxaan ilaahay raalli ka ahayn tabaaraka wa tacaala. Markay ugu yar tahay waa wax waqti lumis, markay ugu yar tahay waa wax waqti lumis. Nabigeenuna wuxuu yihi sallallahu alayhi wasallam, min xusni islaami almar'i tarkuhu ma laa yacnihi. Ruuxa islaamnimo wanaaggiisa waxaa ka mid a waxaan faa'iida ku jira inuu isaga tago. War faa'iida waxaan ma kuugu jiraa? Waqtigan badaneed luminayseed meesha fadhido waa lagu weydiin doonaa. Nabigeenna sal alay wasalam wuxuu yidhi maalinta qiyaamada addoonku markuu rabbigii ishortaago meeshaa ka dhaqaaqi maayo ay lugihiisu saaran yihiin ilaa afar su'aalood la weydiiyo. Afartaa su'aalood waxaa ka mid a waqtigaagii xageed ku bixisay, jismigaagii iyo jidhkaagii xageed ku baabi'isay, xageed ku baabi'isay, maxaad ka shaqaynaysay waqtigani? Marka waxa weye waa xisaab kugu socota wey. Waxaa laga yaabaa dadka noocaas ee dhaqankoodu noocayahoo badan oo mujtamaca ka mid a, waxaa laga yaabaa in badan oo ka mid a waa odayaal geeri qarka u saaran waay, waa oday geeri qarka u saaran. Waa xilligii soomaalidu dhihi jirtay salaada ila taag, waa xilligii masaajidda geli lahayen, waa xilligii cibaadaysan lahayen, waa xilligii saxay qaadan lahayen. Waxaa laga yaabaa in badan oo ka mid ah inaysan aqoonin mabaadi'dii asaasiga ah ilaahay ay ku caabudi lahaayeen. Qaar badan oo ka mid a diintooda wax badan kama yaqaanaan. Warkaalay fadhiiso oo muddada aad meeshaa ku luminayso baro sidaad ilaahay u caabudi lahayd. Cibaadada saxo maya. In badan oo ka mid a carruurtoodii iyo dumarkoodiibaa dayacan, waajibaadkoodiibay dayaceen. Waxay shaqo ka dhigteen inay fadhi gudirirka iyo majaalista ay taagni gudirirka inay taagnaadaan. War xageed u socotaan? War soo ilaahay lama kulmaysaan? War soo ma geeriyoonaysaan? War soo ma ogidin waxaan in laysaga damaan doono, laysla xisaabtami doono? Waqtiga aad gelinaysaan meelahaas iyo fadhiga macno la'aanta iyo zuurka aad ku jirtaan, haddaad gelin lahaydeen wax faa'iido leh, idinkuna waxbaad istari lahaydeen, ummaddana waxbaad tari lahayd. Haddaad waqtigaaga gelin lahayd, saacadaha aad meeshaa fadhido, haddaad waxbarasho gelin lahayd, haddaad shaqo xalaala gelin lahayd, haddaad adeega reerkaaga iyo gurigaaga gelin lahayd, haddaad adiga danahaaga gelin lahayd, wax badan baad guul ka gaadhi lahayd, adiga ummadduna waa ku intifaacsan lahayd. Laakiin daaqaadkeenni waa baaba'een. In badan oo ka midana waqtigeenni iyo awooddeenni halkaasay ku baaba'day, aqhradeenni iyo adduunkeenniba waa baabi'in. Sidaas daraaddeed baa waxaa laga maarmaan ah inaynu xisaabtanno, waqtigeenna ku xisaabtanno, ilaahay inaan hortageyno, la ku talagalno majaalista aad fadhiisanaysa, waqtiga aad ku bixinayso ka fiirso maxaad ka faa'iidaysaa, war maxaad ka soo hoyinaysaa, war maxaad ka helaysaa, war maxaa adduuno kaaga soo kordhay, aakhara maxaa kaaga soo kordhay. Xisaabtan haddayna dani kugu jirna ka danayso oo laqwiga noocaas oo kale ka jeedso si aad firdowso u dhaxasho una liibaanto, haddii kale waad khasaari. صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث وردنا إليك ردا جميلا، ووفقنا لما تحب وترضى، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.